السلام عليكم. تونس بلاد القرآن، بلاد القراءات، وبلاد الأجيال المتعاقبة منذ الفتح الإسلامي ومنذ حتى ما قبل الفتح الإسلامي. الشعب التونسي رغم طيبش بزيت زيتونة، وثقافته مش برشا زيت زيتونة، رغم أن الزيتونة عريقة ولكن ثقافته للأسف زيت آخر. في سليانة مازالوا يستعملوا، قاموا معناها يستعملوا في التباشير وفي الصبورات اللوحية، هذا مش معقول. عملناه تحت العام اللي دخلوا فيه في البريمير الدفعة متاع 14 جانفي 2011 وكليالي اللي جات بعد. ما دوبا ايو سبيغاتو اي اللاتو della Libia all'epoca sembrava un po' una un paese terrorista. L'Algeria era comunista. E quindi io, mi dicevano Tunisia, ma dov'è? E a un certo punto ho detto è sotto l'Italia. Da thamma اتفاق حصل على مستوى المناقصة ما بين المقاصصة يعني ما بين النفط الليبي و يعني السلع التونسية.